علاقة غيث مروان بنور ستارز أحيانا جيدة وأحيانا متوترة، فمن قبل عدة أشهر كان في خلاف كبير بين نور وغيث نظرا للدراما اللي صارت بهذيك الفترة، وطلع اسم البرتقالة المعفنة واللي انتشر بشكل كتير كبير واللي انتهت بصلحهم من بعد ما اعتذر غيث مروان من نور حسب تصريحاتها ضمن برنامج Get Real with Carol وظهورهم بعدة فيديوهات مع بعض، إلا أن هالفترة ظهرت إشاعات عن وجود خلاف بينهم نظرا لعدم لقائهم مع بعض لمدة كتير طويلة عبر السوشيال ميديا. ليثير الجدل غيث بآخر لقائه مع لانا ولين ضمن برنامجهم خلينا نحكي، حيث وصف نور ستارز بكلمة الجوزاء وحكى أنها متقلبة المزاج، هذا اللي خلى الجمهور يفكر أنه في خلاف بينهم. فشو رأيكم أنتو بتصريح غيث مروان عن نور ستارز؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. أعطيني صفة لما بتسمع نور ستارز. منيح ملابس نظارات و... أوه شو أصدق؟ اللي فاهم فاهم، اللي ما فاهم لا، متقلبة المزاج خلص مبينة جوزاء، ما في عداوة ما في شيء بين أي حد من حرام حبابة والله. ما عندي عداوة أنا مع أي حدا، إذا حدا عنده عداوة معي هذا مشكلته، أنا ما عندي عداوة مع أي حدا. اوكي انا لح ضيف نور حبابه كثير بس مثل ما متقلق ما دخلك، ما حدا اخذ رايي، انا عم بحكي انا رايي، بدي احكي انت شو لك علاقه.